السودان انا متزوجه، انا الزوجه الثانيه لجوزي كان متزوج قبل كده حكايه بتاعت 14 سنه ثم حصلش حمل. كان تابع كتير في السودان، يعني راح لعند كذا دكتور فما حصلش حمل. وانا جوزته الثانيه ومتزوجه ليا 8 سنين دلوقتي. عملت عمليه بتاعت حقن مكاري في السودان بس اراد انها ما تنجحش. عديت بعدها حكايه بتاعت 5 سنين وجينا انا وزوجتي الثانيه، يعني جينا نحن الاثنين مع بعضينا عملنا عنده العمليه بتاعت الحقن المكاري. بس سبحان الله اراد انه تنجح للزوجه الاولى، وانا كان حصل بس نسبته كانت ضعيفه، كانت رافضه وكانت خايفه. انا قلت لها نمشي ونجرب، سبحان الله هي اللي خايفه هي اللي نجح لها. ودلوقتي هم دول من الزوجه الاولى بعد 14 سنه ربنا اكرمهم وجابوا علياء وعبد القادر. وانا كمان ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب 3 4 يا رب، ما ارجعش فاضيه المره دي ان شاء الله يا رب بقدره المولى عز وجل. الانسان لازم يكون عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، هي كلها اسهم في النهايه. فانا يعني رغم انه عملت في السودان عمليه ما نجحتش برضه، بس كان عندي الامل انه اجي مصر وربنا يكرمني، بس ربنا ما رضش، كله من عند ربنا. بس وجيت لي المره الثالثه لو في امل وفي ثقه في المولى عز وجل انه انا ربنا يكرمني للمره الثالثه عند الدكتور سيد.